الركن الثاني من أركان الإسلام إقام الصلاة. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إقام الصلاة ولم يقل الصلاة؟ ركن قلبات وأركان الإسلام ككم إذا وحوي يتيرك لبادي صلاة ولا توسيو محو النبي يقول الصلاة إقام الصلاة محو يرى أوسن أرن صلاة هل تكل لأنه لابد أن نأتي بالصلاة قائمة على الوجه الذي أمر الله بشروطه وأركانه وواجباته ومكملات السنن ونأتي بمبطل ومبطلات الصلاة حتى تكون الصلاة قائمة على الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى لأن وحل لا سداس لو يري قيام إقام الصلاة معناه ذو حوية صلاة دي إلا لي ماذا أركانته دي شروطه دي وحي برنا إلا قفق هذا السنن كذي وصلاة تاغن أي نقطة سألو استاتيو أي الربا الصلاة تنقسم إلى قسمين فريضة ونافلة صلاة الله بيقول قيب سنتها صلاة واجبة هي صلاة سنة الفريضة الصلوات المفروضة الخمس وصلاة الجمعة صلاة واجب كاي وحوية شنت صلاة هي صلاة الجمعة لابد أن تصلى هذه الصلوات المفروضة الخمس وكذلك الجمعة تصلى في الجماعة من الرجال البالغين صلاة هات شنتة هي صلاة الجمعة وحا لقربة إني رق ووينك وقانقارك إني كنت كذان شما عدم مساجد نعم ولا يتخلف عنها إلا منافق ظاهر النفاق نسأل العافية والسلامة والله أعلم شما عدم مساجد كان كمهر إلا قف منافق مؤقية نسأل الله السلامة والله أعلم.